شجع منتخبنا المصري في مباراة مصر والسنغال يوم 25 مارس في استاد القاهرة الدولي. عشان تحضر الماتش لازم يكون معاك تذكرتك وبطاقة المشجع، ولازم تعرف ان ممنوع دخول شاحن الموبايل، الباور بانك، السماعات السلكية، المواد الكحولية، الزجاجات بكافة أنواعها والعلب المعدنية، الألعاب النارية والمواد القابلة للاشتعال. خريطة دخول الجماهير للمباراة، حاملوا تذكرة المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى هيدخلوا الاستاد من بوابة آل رشدان، وكذلك السادة المصرح لهم بدخول السيارات، ودخول الدرجة الثانية من البوابة الثانية اللي موجودة عند يوسف عباس. أما حاملي تذكرة الدرجة الثالثة شمال هيدخلوا الاستاد من خلال طريق صلاح سالم، وحاملوا تذكرة الدرجة الثالثة يمين هيدخلوا من اتجاه طريق النصر. وهتكون مواعيد الدخول من الساعة 3 العصر وغلق البوابات في الساعة 8 مساءً.